مرحبا أصدقائي، مثل ما وعدتكم فيديو اليوم عن 5 أنواع من الستايلات في عالم الديكور. الصناعي يتميز باستخدام مواد وخامات وقطع تعطي طابع الصناعي ويجمع بين الجمال وقابلية استخدام منتجات الصناعية. يستخدم بالاستوديوهات والمطاعم والكافيهات والشقق الصغيرة، لكن قلة ما نشوفه موجود في البيوت العربية. أما بالنسبة للنمط الثاني فهو منتصف القرن الحديث، يتميز بمظهر كلاسيكي بسيط نشأ في أمريكا وهو مأخوذ عن الباوهاوس الألماني. وأيضا يعتبر من أشهر الستايلات اللي موجودة لحد الآن في البيوت العربية. أما بالنسبة للستايل الثالث الستايل الفرنسي، يتميز هالستايل بالألوان الهادئة والترابية الأنيقة اللي تنطي شعور الدفء والهدوء للمكان. أما الستايل الرابع اللي هو هامبي تونز، هذا الستايل أسلوبه مشرق وأجواء شاطئية توحي للراحة والهدوء، وهو نسخة أمريكية من الستايل الفرنسي السابق. أما بالنسبة للأسلوب الانتقائي، هو المزج بين الأشكال وأساليب مختلفة وخامات مختلفة في مكان واحد. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وانتظرونا فيديو ثاني عن ستايلات مختلفة.